السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. والجزء الثاني من سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونستكمل الجزء الثاني. كلمة كلمة، ولما تيجي تحفظ بنفس الطريقة دي، تقرأ الآية أكثر من مرة، تعيدها مرة واثنين وثلاثة، لكن تقرأ قراءة سليمة. وبعد كده تقرأ الآية الثانية أكثر من مرة، وبعد كده تجيب الأولى تاني مع الثانية أكثر من مرة، وتجيب الثالثة، وتجيب الأولى مع الثانية مع الثالثة والرابعة، والأولى مع الثانية مع الثالثة مع الرابعة، وهكذا أكثر من مرة، هتلاقيك حفظت بدون مجهود وبدون تعب. قراءة، اقرأ بس. لو قرأت بالشكل ده انت هتلاقي نفسك حفظت الآية او حفظت الصورة بدون مجهود. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة. ما ينفعش اقول فلا اقتحم العقبة، بقول ايه؟ فلق اقتحم العقبة. فلق اقتحم العقبة. فلق اقتحم العقبة. وما أدراك، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة. اقرأ معايا معايا بقى. فلق اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فلق اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. فلق اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. فلق اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. طب أنا عايز أكمل على طول، ما أقفش عند كل آية، هاخد الآيتين الاتنين مع بعض. أقول إيه بقى؟ فلق اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. أحط بقى الحركات على الإيه؟ الحرف الأخير. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يبقى لما نيجي نكمل على طول، نلحم ايدينا نوصل ايدين ببعض، لازم نقرا بقى بكل الحركات. اما انا هقف هنا، هقف عند كلمه رقبه، ما اقولش رقبه، اقول رقبه، انطق التاء مربوطه ها وساكنه. يتيما ذا مقربه. يتيما ذا مقربه. او مسكينا ذا متربه. أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. فلق اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة.
ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آخر مرة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. فلا اقتحم العقبة. هل الذي قال أنني أنفقت مالا كثيرا ويعتقد أن الله لا يراه فلا اقتحم العقبة، هل تجاوز مشقة الآخرة بإنفاقه المال؟ وما أدراك ما العقبة؟ أنت ما تعرفش مشقة الآخرة هيكون شكلها إيه؟ أولا فك رقبة، رقبة عبد، أيام العبيد فك رقبة، حر يطلق عبد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في يوم شديد الجوع. يتيما، يتيم ذا قربة، أو مسكين ذا مطربة، فقير ما عندوش أي شيء. ثم كان من الذين آمنوا، اللي يقوم بهذه الأعمال كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، رحم الفقير والضعيف واليتيم. أولئك أصحاب الميمنة هم أهل اليمين، وأهل اليمين هم أهل الخير. والذين كفروا بقى، الذين كفروا وكذبوا بمسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والكتاب والقدر خيره وشره والملائكة، الذين كفروا بهذه بكل هذا، والذين كفروا بآياتنا الآيات التي أنزلها الله، هم أصحاب المشأمة، أهل الشمال، أهل النار، عليهم نار مقصدة. نكتفي بهذا القدر. آسف صار أي تواصل 010-211-6-9-9-4-1 أو من خارج البلاد 00-210-211-6-9-9-4-1 ورقم آخر. نترككم في رعاية الأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.